باسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962. هكذا استمع اليمنيون ليلة خميس 26 من سبتمبر لهذا البيان الجمهوري التاريخي الذي وضع حدا للظلام ليقول اليمنيون إعلانهم الكبير إنا على الدرب ما زلنا يمانينا وفجر أيلول برهان بأيدينا. في صباح الجمهورية خرجت الصحيفة الرسمية للبلاد التي كان يكتب في أعلاها جلالة الإمام أمير المؤمنين ليكتب بعد ذلك في صدر الصحيفة بالخط العريض جلالة الشعب، وهي اللحظة التي تم فيها إعادة الشعب إلى قلب التحولات وجدول أعمال التاريخ باعتبارها التعريف الأساسي للوطن. ميلاد الجمهورية كان ميلادا جديدا لليمن أرضا وإنسانا، ميلادا للكبرياء، ميلادا لكبرياء الجبال ومجد الأشجار وحضور الكلمة واللحن والأغنية والعلم والقانون وعودة اليمن إلى سياقها الحضاري وتجديد الجذور اليمنية الحميرية السبائية بعد أن قطعت الإمامة جذور اليمن وحولتها إلى ملحق تابع ذليل لآل البيت وولاية الاصطفاء العرقي السلالي. كانت الجمهورية رئة جديدة في صدر اليمن، وباتت البلاد التي اختنقت طويلا تتنفس الحرية وتغني للحياة بروح الأهداف الستة للثورة التي تضمنت وأكدت على كرامة اليمن أرضا وإنسانا وشعبا ودولة بعد سنوات مريرة من سحق الاعتبار. في الذكرى 55 للثورة الجمهورية تشهد اليمن وعيا جمهوريا واسعا، يقول متابعون إنه انتشر بشكل غير مسبوق على المستوى الأفقي لأسباب كثيرة، من بينها الجيل الجمهوري الجديد الذي تخلق في ثورة فبراير ووجود التكنولوجيا وانكشاف الميليشيا الحوثية على الامتداد التاريخي للإمامة. الشعلة الجمهورية في هذه الذكرى لم تعد تقتصر في ميدان بعينه، فقد تحول اليمن بكامله إلى ميدان لشعلة 26 من سبتمبر، التاريخ الذي حاولت الميليشيا طمسه ومحو معالمه في 21 من سبتمبر تاريخ آخر بيعة للإمام البدر. والجهة التي دخلت منها الميليشيا صنعاء هي ذات الجهة التي خرج منها الإمام البدر أيام الثورة، الجهة الغربية باتجاه همدان، وهي أيضا ذات الجهة التي تم فيها اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في ليلة الغدر بالجمهورية. الواقع الجمهوري اليوم برغم المأساة التي أنتجها الانقلاب والاجتياح يثبت أن الإرادة الجمهورية وروح المقاومة لا تزال حاضرة بقوة في قلب التحولات التاريخية تحت راية الله الوطن الثورة، الراية التي لفظ فيها رواد الجمهورية أنفاسهم لكي تكسر الانكسار ولا تسقط. نريد المزيد والمزيد لأن الميدان يستهلك والمعركة تستهلك الرجال.